الحقيقي. الثوم اللي هو ان انتي اوكسيدون انتي باكتيريان، دونك الثوم بزاف تقدروا ميم تاكلوه هكذا كرو مع صباح بزيت زيتون، مي فريمون ان بونسمون او بني. بزاف يقولوا بلي ناكلوا الثوم اجان فوالا اجان ناكلوا الثوم يعني على الفراغ، بس ماشي وحده الاخ فيصل لازم نديروا اذا لاستيس تاع الثوم هذيك حبات بلحاك اون باراسيتامول تبلح الثوم هي مضاد اون انتي اوكسيدون ولي باكتيري. حنا واش نقدر نعطي كونساي دوكا، كاين هذيك لا فيكساج واش يقولوا لها الكرموس باردون الكرموس يابس هذاك اي فوالا، هذوك نحلوا حبيبه نشدوا الثوم نهرسوها بشويه زيت زيتون نفارسيو هذاك لي فيكساك، تقدروا تاكلوهم هكذاك صباح اجا ولا تحطوهم في زيت زيتون ماريني. دونك عندكم صدقوني هذا فريمون دايوغ في بلاد القبائل يديروا بزاف هذا الكرموس ماريني في الويل دوليف، حنا راح نزيدوا له الثوم دونك سي بوغي. الثوم تقدر تاكلوه هكاك؟ لا لا لازم.